كان في مفاوضات من النادي الاهلي، بس الدنيا كانت برضو متصعبه، ان انا خاصه ما لعبتش غير الدور الثاني بس. فبرضو انت عارف اي لاعب بيروح الاهلي والزمالك لازم بيكون عامل حاجات كتير وكده. ما حبيتش ان انا اغامر بحاجه زي كده، قلت ان انا العب سنه كمان واثبت نفسي كمان عشان الدنيا تبقى اسهل. اروح ابقى ثابت رجلي، مش اروح مجرد ان انا ابقى قاعد كده وخلاص ان انا رحت الاهلي ورحت الزمالك. تواصل معايا امير توفيق وكده، قال لي انت كويس واحنا اسمك تردد هنا واحنا ان شاء الله يعني ان انت تبقى معانا وكده بس. فقلت له يعني كفايه مكالمتك ليا دي بصراحه وكده. لا هو اتكلم معايا كده اللي هو يعني زي اللي هو ايه يعني زي تحيه كده، اللي هو انت كنت كويس وماشي كويس وانا بهنيك ان انا ان انت ظهرت بالشكل ده في الفتره القصيره دي وكده. قال لي لو احتجت اي حاجه كلمني وكده، فكلمني كتهنئه يعني. قصه الزمالك كانت اكتر من الاهلي، كان داخلين جد قوي يعني، اتكلموا معايا ناس هناك اتكلمت معايا وان الزمالك عايزك، كان المفروض يبقى فيه قعده واتنين بس ما حصلش برضه. كان كل الكلام جوه ان الاداره تمام والمدرب تمام وكل حاجه تمام، بس ما فجاه كده ما تعرفش ايه اللي حصل يعني، الدنيا وقفت مره واحده. في يعني اخبار تداولت كده وناس اتواصلت معايا وقالت لي ان انت مش وكيلك ما اعرفش اسمه كده تبع نادي الناس جوه في نادي الزمالك وكده، كانت هتسهل دخولك نادي الزمالك كتير، بس انا ما اقتنعتش بالكلام ده اللي هو مش في دماغي يعني. فقلت ان انا مش هينفع استنى تاني وانتقلت نادي فيوتشر يعني. هو اتواصل معايا كابتن علي ماهر، كلمني وقال لي انا عايزك معايا وهنعمل شغل كويس مع بعض وكده. ما ترددتش كتير بصراحه لما كابتن علي ماهر اتواصل معايا وكده، فحسيت ان الموضوع خير يعني. فقلت له خلاص تمام وكده. المفاوضات ما كملتش 24 ساعه بالظبط كان الموضوع خلصان يعني. مش هفضل اختار ده، اكيد هتبقى اللي فيه فرصتي اكتر اللعبه، اكيد هتبقى هتتقاس على حاجه كذا حاجه يعني، مش حاجه بس يعني. بعيد عن الماديات وكده تبقى فرصتك في اللعب، فرصتك في احتراف، فرصتك في منتخب مصر، تبقى ايه حاجات كتير كده.